التقى رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني مع محافظ بني سويف محمد غنيم بديوان عام المحافظة، وتابع الجانبان إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة تحقيقا لمزيد من الانضباط في الأسواق ومناقشة بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار المتابعة الميدانية لكافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط الأسواق وأسعار السلع وأثر هذه الإجراءات على انخفاض أسعار السلع. لما احنا بنتكلم على الحملات، هو زي ما حضرتك قلت، هو عرض مستمر، ان احنا لا نستطيع تحقيق السيطرة على السعر في السوق غير بالجولات والحملات المستمرة، سواء الجولات المعروفة او الجولات السرية اللي بتدينا صورة عن وضع السوق على الارض. فاحنا مستمرين في هذه الجولات، والنهاردة استمرينا في هذه الجولات بحضور السيد رئيس الجهاز علشان خاطر نراجع اليات التعامل مع الاسعار. واطلقنا مبادرة السعر مش سر، اللي هي بداية لإصلاح منظومة التسعير في المحافظة، وهتكون إن شاء الله أحد الحلول اللي كنا لسه بنناقشها مع بعض في فكرة إن الناس تبقى عارفة السعر اللي هي مقبلة على الشراء، ويترك ليهم الاختيار في الشراء من عدمه. مسألة ضبط الأسواق هي مسألة بتهم المواطن، والدولة والقيادة السياسية بتهتم بهذا الأمر اهتمام شديد، وبالتالي فاحنا موجودين النهارده في محافظه بني سويف نشوف الاسعار اخبارها ايه، وازاي احنا بنفكر مع معالي الوزير ان احنا استراتيجيه لضبط هذه الاسعار. احنا بنتكلم على اهم مقومات هذه الاستراتيجيه، ان احنا بنناشد التجار من فضلك اعلن عن السعر. عدم الاعلان عن الاسعار هو اعطاء يعد مخالفه صريحه لقانون حمايه المستهلك. فاحنا وفي نفس الوقت زي ما وبأسمن على المبادره اللي معالي الوزير طرحها النهارده في حكايه اللي هو السعر مش سر.